تنظم السلطة التشريعية في مملكة البحرين ندوة نقاشية برلمانية خليجية بعنوان التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تنفيذا لتوصيات الاجتماع الدوري 14 لرؤساء مجلس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مملكة البحرين في نوفمبر الماضي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد صباح الدوسري عضو مجلس الشورى. مساء الخير سيد صباح، وأهلا بك في نشرة الثالثة، ولو تطلعنا على أبرز المحاور التي سيتم تناولها خلال هذه الندوة. الله يسعد مساءكم بكل خير وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. الهدف من هذه الندوة تبادل الخبرات والمعرفة بين المجالس الخليجية في المجالات التشريعية والرقابية والمالية والدبلوماسية للحد من تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19 وما بعدها من على وبعدها على المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد لكل دولة، حيث تمثل هذه المشاريع 95% من إجمالي الشركات والتي يعمل بها غالبية الناس، سواء على النطاق المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وسوف يكون لدينا بإذن الله محورين: الأول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وانعكاس جائحة كورونا المستجد عليها، والمحور الثاني دور السلطة التشريعية خلال الجائحة وما بعدها بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التشريع والرقابة الدبلوماسية البرلمانية. ونحن لله الحمد في مملكة البحرين لدينا تجربة ناجحة بفضل الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلن عنها سيدي جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا في المملكة وعلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي كبت تأثيرها سلبيا بحالات الإصابة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهتها في مملكة البحرين. ولقد كان لهذه الحزمة المالية الاقتصادية بالغ الأثر في المحافظة على التوازن الاقتصادي لله الحمد. نعم سعادة السيد صباح الدوسري عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.